أهلا وسهلا بكل الشباب. في كتار عم يسألوني كيف بنقدر نشيل صوت من برنامج نحطه على برنامج تاني. حدا من الشباب، حدا من أصحابك بعت لك برنامج وحاب تشيل منه صوت أو صوتين أو ثلاثة أو قد ما بدك تحطهم ببرنامجك الخاص أنت، يعني بدك تزيد على برنامجك أصوات. فهعلمكم كيف. طريقة منا صعبة بس بدها شوي تركيز. افتراضا هلأ انت عندك البرنامج اللي اعطاك يا صاحبك او حدا او اشتريته او اي شيء، بدك تنقي منه اصوات. منقول مثلا هيدا اول صوت، انا بدي هيدا الصوت، هيدا الصوت انا بدي احطه على برنامجي، ناقصني برنامجي. اهم شغلي انت تشوف تحت هون، تشوف اي خامة ماخد. هذا ماخد خامة ببنك ام رقم 001، يعني الصوت اسمه ربابة بس الخامة تعيته ببنك ام 001. خليني روح عني على بنك ام، بدي روح على لشوف، بدي روح على بروجرام، روح على البنك ام، هيدي بنك ام 001 001، هيدي الخامة، هيدي خامة الصوت. طيب هلا انا هيدا الصوت بدي انسخه على برنامجي الخاص، هيدا الصوت كتير عجبني وحابب انسخه على البرنامج الخاص. اهم شيء انا احفظ انه هيدا الصوت رقمه 001، فيني اكتب على ورقة او فيني اخد صورة بالتليفون، 001 ربابة، الخامة بالبنك ام 001. اهم شيء احفظ انا هو ثلاث شغلات، اسم الصوت، رقم الصوت قديش، اسم الصوت والخامة الماخدة، هول اهم شيء. اوكي، كمان بدك تتأكد وتكون أكيد الصوت وين موجود، ببنك A بنك B. فهيدا الصوت موجود بالكومبينيشن وببنك A. كمان بدك تتذكر الصوت هيدا موجود بالكومبينيشن وبنك A. طيب شباب، هلأ أنا حطيت البرنامج اللي بستخدمه بالحفلات وبالمسارح والبرنامج الخاص فيني على أورجي، والبرنامج اللي فيه الصوت اللي بدي هو الربابة اللي رقمه 001 صار على الفلوبي. هذا برنامجي، وأنا مثلا هيدا الصوت ببرنامجي ما معجبني، هيدا صوت 15، هيدا الصوت أنا ما معجبني، بدي حط محله صوت الربابة. أوكي، فاللي بده يصير هلأ أنا بدي روح على الديسك، عالديسك عم بتشوفوا انت هذا برنامج اللي فوق، برنامج الخاص فيني، وهذا برنامج اللي اخذته من صاحبي بدي اخذ منه الصوت. فالصوت موجود بهذا البرنامج، فانا ما بعمل لود، بعمل اوبن. في كتار بيعمل لود خطأ، بدك تقول له اوبن. اوبن، اوكي، صوت الربابي موجود بالكومبينيشن بنك A 001. فانا بدي فوت على الكومبينيشن، علمها كمان اوبن. اوكي، الصوت موجود ببنك A 001، بدي كمان اعمل اوبن للبنك A. اوكي، هيدا الصوت الربابي تاني واحد. انا هيدا الصوت بدي حطه ببرنامجي على رقم 15 مثل ما شفنا قبل شوي. فهيدا الصوت بدي اعلم عليه، وعالزاوية بكبس الكبسة وبقول له لود. هون حيعطيني خيارات، هيدا الصوت انا، هيدا الصوت اللي بدي اياه. عم بيقول لي، هو عم يسألني وين بدك تحطه، بالكومبينيشن ولا بالبروجرام ولا اي بنك. فانا بقول له بدي احطه، انا عندي برنامجي الكومبينيشن رقم 15، فبعلم على الكومبينيشن وبقول له بدي احطه هون رقم 15.
اوكي هذا صوت الرابع بدي احطه رقم 15 وهيدي اوكي. هلا صار الصوت عم ينزل محل رقم 15. خليني هلا اشوف الصوت اذا نزل. بروح على الكومبينيشن هذا برنامجي هيدا برنامجي هون وهيدا الصوت ال 15 تغير اذا بتشوفوا صار ربابي. بس هلا لما جربه حيطلع غلط شوفوا عشان الخامي بعد ما نزلته مش هذا الصوت انا اللي بدي اياه صوته غير. اوكي هلا لازم ننزل الخامي. الخامي نحن قلنا وين موجود الخامي؟ الخامي موجودة بالام 001. كمان نرجع على الديسك نرجع على الديسك كمان مرة اوكي نرجع على الديسك. هيدا البرنامج اللي فيه الصوت نفس الطريقة بنقول له open وموجود بالبنك ام. البنك ام طبعا بدنا نشوفه من البروجرام. البنك ام موجود بالبروجرام دايما بنقول open للبروجرام. هذا بنك الام بنك الموس هذا هو بنعلم عليه وبنقول له open. اوكي 001 الربابي هيدا هو. تاني صوت 000001 الربابي. اوكي بنعلم عليه ومنقول له لود. نفس الشيء لود حيعطيني الخيارات وين حاب تنزله. اعطاني الخيارات انا وين لازم منزل الصوت. بما انه الصوت هو اساسا موس فانا ما عندي كتير خيارات يعني اذا بحطه على البنك A ولا B هو الصوت موس فاوتوماتيك هو حيجبرني انا احطه ببنك الام اللي ببرنامجي. يعني اذا بيكبس مثلا هون دغري حيفتح لي البنك الام ببرنامج الخاص. ما فيني احطه على الكومبينيشن ولا باي محل. انا مجبور احطه على بنك الام ببرنامج الخاص فيني. بس السؤال انه انا وين اي صوت بدي ركبه واي صوت بدي احطه. فلازم اعمله انا كون بقبل بوقت فايت على البنك الام ببرنامج الخاص وشايف اي صوت فاضي عندي او اي صوت انا ما عاجبني حطه محله. ان شاء الله اكون عم بقدر اوضح الطريقه صح. بس هرجع اعيد لكم الطريقه. هيدا الصوت هيدا الخامه 001 بدي نزلها فعم يعطيني هو انا لازم يعني بالبروجرام بالموس. ما عندي غير خيارات. انا قبل بوقت كنت فايت على الموس على البنك ام عندي بالبرنامج وشايف انه عندي صوت رقمه 127 هيدا فاضي ما في عليه شيء. ف بقول له بدي نزله على 127 وبقول له اوكي. هلا الخامي نزلت على 127. يعني هلا انا بروح على البروجرام على البنك ام مية وسبعة وعشرين هاي الخامة نزلت صارت على 127. هلا صار عنا الخامة موجودة ببنك ام والصوت موجود بالكومبينيشن رقم 15. هيدا الصوت طبعا ناقص اكيد عارفين ليش ناقص عشان الخامة تاعيته بعد ما ركبناها. الخامة هلا موجودة حاليا بالبنك ام 127. بنفتح الصوت هيدا الصوت إذا بتشوفوا هون بنطلع بالخامات. هيدا الخامة هون ماخذ البنك ام 65 وطبعا غلط 65 غلط الخامة. ما
من ال 65 نحولها ل 127 ليركب الصوت. هاي ال 65 بنحولها ل 120 27. اوكي هيك بنكون ركبنا نحن الخامة مع الصوت. بانك ام 127 مشي حال الصوت. هاي من بعد ما خلصنا كل هالشغلة هيدي اهم 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 شيء اذا واحد ما عملها بكون ما عمل شيء. اهم شيء من بعد ما ركبنا الصوت لازم نعمل شيء مشان نثبت الصوت. لازم نروح على الزاوية لهون ونقول له update combination. update combination are you sure؟ اكيد. مشان نثبت كل المعلومات، مشان اذا طفينا الاورج ودورنا الاورج ما يروح الصوت. اذا نسينا نعمل هيدي الشغلة update combination فنحن طبعا ما بس نطفي الاورج وندوره حيروح كل شيء. شكرا لكم.